فراح يمكن كثير من الأطفال بيعتمدوا على أهاليهم بقضاء كثير من الأمور الحياتية اليومية، بيخلي الطفل نوعا ما اتكالي، ويمكن بيسبب كثير من المشاكل للأهالي وبيعانوا من هي التصرفات اليومية. خلونا نعرف شو هو الطفل الاتكالي، أسباب وصول الطفل ليكون اتكالي، كيف فينا نعالج هي المشكلة مع الأخصائية التربوية نغم طربي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين. صباح الخير نغم. عن جديد اليوم عم نحكي يمكن عن مشكلة هي مرهقة لكثير من الأمهات وكثير من الأهالي، الطفل الاتكالي. خلينا بالبداية نعرف كيف فينا نوصف فعلا أنه هذا طفل اتكالي غير قادر على الاعتماد على نفسه. بالبداية الاتكالية كمعنى مجرد بالعربي هي الاعتمادية. اتكالية الطفل بتفقد الثقة بالنفس وبتعطل نضجه. سببها الدلال المبالغ فيه، تلبية رغبات الطفل بدون استثناء، عدم تكليفه بأي مهمة لحتى يقوم فيها. بنلاحظ كثير من الأمهات بتكون سعيدة لما بتلبي حاجات طفلها بحكم وجود طفل واحد، أما بتعدد الأطفال أو لما بيجي بيبي جديد بتصير هي بتتذمر من هذا الموضوع، إنه ابني ليه ما عم بيقوم بحاجاته، تنسى إنه هي السبب بهذا الموضوع. فكتير حلو إنه نحن نوازن مثل ما حكينا بالحلقة الماضية، إنه نوازن بين الدلال وبين الحزم لحتى نكون شخصية طفل سوي اجتماعياً ونفسياً. بس قديش فعلاً أشرتي لنقطة كتير مهمة نغام، هي اعتماد يمكن الأهل على هي التصرفات، يعني الأم أو الأب أو العيلة بتكون هي السبب الأساسي بإنه يكون هذا الطفل، بعدين بتبلش بمحاسبته. قديش فيني أنا من البداية أتعامل مع طفلي صح لحتى ما يكون طفل اتكالي وفعلا ما حمله ذنب تصرف انا المسؤوله عنه؟ نحن عنا بنلاحظ انه الطفل بثلاث سنوات ببلش هو يحب يعتمد على حاله. الام فورا هي خوفا عليه وحرصا عليه هي ما بتخليه يقوم بهي المهمه. نحن اللي لازم نعمله، الطفل الاربع والخمس سنوات لما بيدخل على الروضه بنلاحظه دائما بيشتكي انه الماما ما عملت لي هيك، الماما ما حطت لي هذا الدفتر او هذا الكتاب. فنحن لحتى نخليه هو يعتمد على حاله بحكم هو بمرحله، نحن هلا عم نهيئه لمس مسكة القلم، بنمرر له ايده لحتى يتعلم الاحرف، يبدا يتهجى الكلمات. فهون نحن لنسهل عليه هذا الموضوع بنجيب الكتب، مثلا كتاب العربي لونه احمر، كتاب الرياضيات لونه اخضر، هيك بصير الطفل بيعرف بالبيت لحاله بيرتب، طبعا باشراف الام ما في لحاله، بمساعده الام بشكل بسيط بصير الطفل بيعرف يجمع حاجاته تبعيت الروضه. هي بدايه انه هو يتحمل مسؤوليه نفسه، حتى هو بيشعر بسعاده انه هو عمل انجاز بهذا الموضوع. كثير من الامهات نغم بيسالوا شو الفرق بين الدلال وبين الاهتمام؟ طبعا الدلال يلي بيسبب الاتكاليه المفرطه اللي عم نحكي عنها، كيف فينا نفرق بين هي النقطتين وتكون الام يعني متوازنه، ما بدها تحرمه بنفس الوقت ما بدها توقع بهذا المطب؟ طبعا هلا نحن عنا لما بدنا ندلل الطفل بدنا ندلله لحد معين، ما بدنا نبالغ بالدلال. انا بدي اهتم بابني، اوكي لازم اهتم فيه لحد معين، لحد ما يقدر هو يقوم بحاجاته. مو ابني مثلا عمره 10 سنين ماما جيبي لي كاسه مي، ماما اعملي لي هيك. حتى نحن لازم نكون كثير على درايه بانه الطفل حتى لو طلب اي شيء بده اياه ما نجيب له اياه. مو كل شيء انه انا بدي هي اللعبه اليوم بدي هيك وبدي هيك، لا، نحن لازم نكون معتدلين بهذا الموضوع. ما بيعني انا اذا ما جبت لابني انه انا ما بحبه، لا، نحن بنعرفه، انا بعطيك حاجاتك بالوقت اللي انا بلاقيه مناسب، بكافئك على شيء انت عملته، بس مو بالضروره انا اجيب كل الاشياء لابني لحتى حس اني انا عن جد عم بعطيه شيء حلو، لا، الطفل ما رح يعرفها بهي الطريقه، رح يعرف انه انا خلص اي شيء بطلبه لازم نجيبه. طيب قد ايه مهم يمكن نبلش بهي التصرفات مع الطفل ببدايه عمره، يعني من عمر السنة بنخليه يبلش على بعض التصرفات، مثلا يعتمد على نفسه، يجيب يمكن ببرونته، يجيب غرض بخصه أو غرض بحبه، قديش هي بتأثر فعلا من البداية؟ طبعاً. يعني مو فجأة مثلا كون أنا عم أعطي طفلي كل هي الأمور ووقف، لا، بلش معه من الأول، يمكن بالتدريج فعلا بيكون ببيئة سليمة ونفسية صحية. طبعا هلا نحن الطفل بالبداية أول ما ببلش يمشي بنلاحظ إذا بيقع فورا الأهل بشيلوه، طيب لا، ما عليه، خلي الطفل حتى إذا وقع خليه هو بيقوم لحاله، حتى
اذا هو كان عم يشرب مي وكب على ثيابه ما عليه بنتركه، لانه هو بيتعلم من اخطائه، ونحن ما ننزعج من هذا التصرف، ما نبدي انزعاجنا، لانه الطفل من الفشل رح يتعلم النجاح. فهون بصير تتكون عنده تفكير سليم بانه اي مهمه اكلنا له اياها بيخرج منها بطريقه باقل الاخطاء الممكنه. إذا بدنا نقول خلص الأم وقعت بهذا الخطأ مع طفلها الأول وحست إنه طفلها هو شخص اتكالي، كيف ممكن تطلع من هذا المطب وتحطه على الطريق الصحيح؟ شو هي الخطوات اللي لازم تعملها؟ كثير سهل إنه نحن نرجع نعيد تقويم السلوك للطفل بهذا الموضوع، إنه أنا أكون عند موقفي. يعني أنا مثلا إجا ابني أنا ما باكل لحتى أنت تحطي لي أكل، أو ما بشرب مي لحتى أنت تجيبي لي كاسة المي. لا معلي خليك جوعان، يعني الولد يعني بيجوع ساعة وساعتين وبعدين بيصير لحاله بده ياكل، بترتب غرفتك وبعدين بتطلع من البيت. انت ما بتخليه يطلع من البيت لحتى يعمل هذا الشيء. فهون نحن شوي شوي، طبعا مو مره واحده بيصير الطفل، شوي شوي بيصير لحاله شوي شوي بيصير لحاله بيعرف انه انا الماما ما رح تعمل لي، ما رح تنفذ اللي بدي اياه غير اذا عملت انا، اذا عدلت هذا السلوك. بس يمكن الام نوعا ما اليوم بسبب الظروف الصعبه اللي عم نعيشها او اللي عشناها خلال 9 سنوات من الحرب، هون عم تكون هي المشكله، يعني عم تحاول انه تكون مدللته، مهتمه فيه زياده، بتحسي نوعا ما بتشعر بتانيب الضمير او عقده الذنب اللي عند كل الامهات. هون كيف فيها تتعامل مع هي الحاله؟ هلا نحن ما لازم نحط هذا الموضوع انه نحن انه الطفل لازم ندلله لحتى انا اكون منيحه معه، بنرجع لنفس النقطه، لا انا لازم اعدل له سلوك لانه هذا الموضوع بيفيده لبعدين. انا ابني اذا بده يكون اتكالي من هو وصغير لما بيكبر ما رح يعرف يعمل شيء، حتى اذا بيتوظف اذا بده يطلب اجازه من مديره ما رح يتكل على حاله، رح يتكل على زملائه بالعمل لحتى يطلبوا له اذن. بنلاحظ كمان بالمدرسه اذا بدهم يطلبوا شيء من المس تبعيتهم هو ما بيطلب، ما عنده الجرأة لحتى هو يطلب منها. فضروري الام تكون من البدايه، يعني الطفل من 3 سنوات هو قادر على تحمل مسؤوليه نفسه. اليوم قد ايه بيلعب يمكن الوسط المحيط هذا الدور الكبير بجعل الطفل اتكالي؟ مو بس الام هي المسؤوله عن هذا الشيء، ممكن الوسط المحيط من دلال التيتا والجد اهم شيء، هو احلى شيء يمكن واخطر شيء عليه بيكسروها كلها. تمام، هو يمكن احلى شيء واخطر شيء اللي كنا عم نحكي انا ونور انه دلال الوسط المحيط، خاصه بالنسبه للطفل الاول. كيف كمان بنقدر نحن نحط حد لهذا الموضوع انه الام هي تكون حازمه وكلمتها هي اللي لازم تكون على الطفل، هي اللي لازم يتاخذ فيها؟ هلا المحيط دائما بيأثر على الطفل بأي شيء. نحن عم نحكي عن الطفل الاتكالي لما هو عم يكتسب من البيئة المحيطة تصرفات، مثل الأب مثلا، الأب بحكم هو بيكون قدوة دائما للأطفال، وبحكم أنه هو الشخص اللي بيشتغل بأكثر الأحيان أكثر من الأم، فدائما بيكون اتكالي. الطفل بيفكر هذا السلوك الصح، أنه البابا بيجي مثلا كاسة المي بتجي لعنده، الأكل بيجي لعنده، فبيفكر هذا السلوك الصح. لا، ضروري نحن يكون الأب مساعد للأم، متعاون، إنه معلي نتعاون كلنا مع بعض لحتى يشوف هذا الطفل إنه نحن عائلة متكاملة. وبالمقابل دور الأم إنه هي تكلفه بمهمة تناسب عمره. يعني أنا بعطي مثلا طفل اللي عمره 3 سنوات هو قادر على تبديل ثيابه مثلا، قادر إنه يشرب مي، لكن غير قادر على ترتيب السرير. فأنا هون بعطيه مهام، يوازن المهام تماما، مهام يناسب عمره. هذا الشيء اللي لازم أنا انتبه له، إنه نكون كلنا متعاونين وكلنا ناخذ ادوار بالبيت. انه نحن عم ناكل كثير حلو انه كلنا كل حدا بياخذ صحنه بيرجعه لمكانه. تمام، ويمكن هذا البيئه المحيطه مثل ما قالت فرح بتلعب دور. يعني قلتي جمله مهمه، كل واحد يعرف دوره، يعرف مهامه، يعرف يمكن حدوده وين بتكون، لانه احيانا كل التربيه اللي فعلا انت بتحاولي تعطيها لابنك او لطفلك، المحيط بياثر بشكل كثير كبير. يعني في جمله انا ما بتروح من بالي، مثلا التيتا بتقول مين مزعلك، بابا ولا ماما؟ أيوة. مشان انا حاكيهم، حتى لو كان من باب المزاح، حتى لو كان من باب يمكن الابتسامه والضحك الدلال الاهتمام، كثير بتاثر بتربيه الطفل وسلوكه. طبعا
اكيد. هلق نحن هون الطفل لازم يكون بيعرف هذا الموضوع، انه بيعرف هو محتال إنه الطفل بيستغل هالنقطه. هو لازم يعرف انه كلمه الماما والبابا هي اللي بدها تمشي، طبعا مع احترامنا الشديد للتيتا والجده، بس هن دائما الاب والام هن الادرى بمصلحه الطفل، لانه التيتا والجده هن بس بدهم يدللوا الطفل ويعطوه اي شيء بدهم اياه، وكل شيء مسموح، ما عندهم شيء ممنوع. فهون لازم الاهل هن يكونوا يعلموا الطفل انه هذا الصح وهذا الغلط، هون بصير الطفل لحاله، حتى اذا بيحكوا هن او بدللوهم زياده، الطفل ما رح ياثر عليه، لانه هو بالاساس كان في شيء معلمينه عليه. اليوم اذا بدنا نحكي على المدى الطويل للطفل الاتكالي بمرحله الشباب ومرحله المراهقه، قد ايه بتشوفي انه هو طفل متعب مقارنه بغيره من الاطفال اللي عندهم اعتماد على الذات ويمكن بينجح اكثر من الطفل الاتكالي؟ هلا خلينا، الطفل بيمر بثلاث مراحل، المرحله الاولى هي مرحله انفصاله بعد ولادته بانفصاله عن الام، المرحله الثانيه مرحله الفطام، المرحله الثالثه هي مرحله البلوغ اللي بيسميها العلماء مرحله الفطام النفسي. هون عندنا الطفل بيكون بيحب يطلع، عنده الرغبه بانه يطلع للعالم الخارجي، يظهر بمظهر الشخص الناجح اللي هو مستغني عن عالم الكبار، ما بده ياخذ قراراته بنفسه. كثير حلو، هذا المطلب طبيعي، لكن نحن له اثار سلبيه لما الطفل بيكون اتكالي غير قادر على اتخاذ هي القرارات. هون بصير في عنده صراع، بينصدم بالمحيط، بينتهي فيه يا اما بالتمرد والخروج من المنزل لحتى يبحث عن اصدقاء، خصوصا بفتره البلوغ بنحس انه الاطفال بسن المراهقه بيكونوا دائما اصدقائهم هن كلامهم الصح، ما حتى اذا الاهل بيحكوا، حتى اذا بيوجهون، لا، كلام الاصدقاء هن الصح. او بينتهي للانعزال والانطواء، بصير اكثر اتكالي، بصير بتضعف شخصيته اكثر، ما بيحب يتعامل مع الاخرين. فهون الطفل الاتكالي رح يتعب اكثر بحياته من الطفل اللي عنده استقرار نفسي. ويمكن فينا نقول الاعتدال بكثير من التصرفات هو اللي كثير صح، تماماً. يعني مش الشده الكثير قويه او الحزم القوي، ولا الاستسهال والاهتمام الكبير هو كمان الطريقه الصحيحه. خلينا نعطي بعض النصائح لكل الامهات اللي هن امهات جداد، يعني دائما في خبره بتكون عند الامهات، بس يمكن تجربتك تختلف عن تجربه الام الاخرى. المشكله انه الكل بيصب تجربته عليكي، كل ام هي جديده، عندها طفل جديد، يمكن عم تعاني كمان، يمكن تلاقيها اول بدايه في عندها هيك مشاكل نفسيه وحساسيه عاليه. بعض النصائح اللي تقدر فعلا تتعامل مع ابنها بطريقه صحيحه. اول شيء عنا عدم الافراط بالدلال وعدم اهمال الطفل، يعني بدنا نكون معتدلين بالدلال وباهتمامنا للطفل. عدم السخريه، لازم ما نسخر من الطفل، نحن عم نوكله بمهمه معينه، لازم ما نسخر منه اذا هو ما قدر يعمل هي المهمه. وما نوجه له كلمه هي الاوامر المباشره، اعمل هيك، لا تساوي هيك، لا، انا لما بدي اعلم طفلي ضروري يكون في عندي انا، شو رايك حبيبي لو انا برتب المطبخ وانت بترتب سريرك؟ هذا الموضوع كثير حلو، وحتى بيخلي الطفل يعمل هذا الشيء بمحبة. تماما. وتقديم عبارات الشكر الدائمة والثناء، نعطيه مكافآت على الأشياء اللي هو عملها، الأشياء الصح أو على الدور اللي قام فيه، حتى إذا الطفل ما أكمله 100% مثل ما بنعرف، بس ما عليه، نشكره على محاولته على هذا العمل. اكيد لبعدين غم رح يجرب ورح ينجح اكيد باي مهمه ممكن نطلبها منه. بدنا نقول لك شكرا كثير لك وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا. نتشكرك كثير على وجودك معنا، شكرا كثير لك.